كل سنه وسالم حميد وجمهور النادي الاهلي العظيم ونادينا العظيم بخير وانا عايز اطمن الناس على النادي الاهلي، وانت عارف الحمد لله انا صاحب مقوله الاهلي بمن حضر. ده حقيقي. اي 11 يلبس الفانيله الحمراء، لكن المدير الفني هو له الراي الاول والاخير، ان هو اللي بيدير. لكن ممتع امبارح، اسعدني جدا جدا ان ولاد النادي الصغيرين اللي انا شايف مستقبل مبهر ان شاء الله الفتره اللي جايه. انت بتتكلم في النادي المصري العنيد ومدرب كبير حسام حسن، وانت عارف ماتشات الاهلي والزمالك دي بالنسبه له ماتشات تحدي وماتشات عايز يكسب، يعني هو عكس مدربين كتير قوي. فعلا عنده بيبقى عنده دايما روح ان هو يكسب. بياكد ده اللي عجبني كمان امبارح يا محمد. ايه يا كابتن؟ الهدوء اللي بيلعبوا بيه اللعيبه. لعيبه النادي الاهلي. الثقه اللي بيلعبوا بيها لعيبتنا. سيبك من المكسب والخساره، كرة مكسب وخساره. لكن في نجوم، يعني في نجوم جايه ان شاء الله، ودي البدايه. ما نقولش بقى نجوم وننجمهم ولا لا لا لا، لسه بدري. لما يلعبوا اربع خمس ست سنين كده نقول خلاص بقى نجوم وكبار. لكن انا شخصيا مطمن جدا. كابتن مصطفى، عايز اسال حضرتك سؤال. ابن النادي الاهلي. طب اتفضل حضرتك. حسام البدري اللي عمل موسمين ثلاثه على اعلى مستوى، وفي الدوري وكاس وكاس الدوري، لكن احنا كنا بنعمل في افريقيا، لكن لا تاتي الرياح بما تشتهي السفن زي ما بيقولوا. طيب كابتن مصطفى، هل قبل اللقاء كنت متوقع الاداء يبقى كده؟ هل توقعت التشكيل يكون شكل؟ والله انا كانت مفاجاه ليا، مش هضحك عليك. لكن ايوب عايز يحط بصمته، وده شيء طبيعي زي ما حسام البدري عمل لما خش مانو جوزيه. نعم. غير فريق اللعبه وغير اللعيبه، وده ده ده دي شخصيه المدرب. عشان هنا بقول يعني مهم جدا لما تيجي بحجم النادي الاهلي لازم يبقى فيه مدرب يبقى يمسك، يعني زي ما بنقول كده في الاختيارات، بتتكلم في هاني رمزي، بتتكلم في يوسف، بتتكلم في عماد النحاس، بتتكلم في علاء ميهوب، كلهم اسماء كبيره يعني في كره القدم. لكن انا شخصيا معجب جدا باداء امبارح احمد ايوب، لكن برضه مش هقول احمد ايوب لان ده شغل حسام البدري. ده حقيقي فعلا. انا كابتن برضه في نفس الوقت في لعيبه زي اكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن واحمد حمدي، لعيبه حتى اكرم بعد اصابه باسم لعب باك يمين وادى، والناس برضو لازم تدي حجم النادي المصري، بيلعب في الكونفدراليه ولسه متعادل مع الهلال السوداني هناك، والنادي المصري السنه دي ثالث الدوري وبيلعب فول تيم. الاهلي يعني مش عايزين نقول بنلعب بالصف الثالث، ولكن مش هي دي الفرقه الاساسيه. بص يا ابو حميد، يعني قيمة حسام حسن مش ان هو في المركز الثالث، وقيمة حسام حسن ان لعبته واقفة على رجليها لحد هذه اللحظة، من أكثر الناس جاهزية في مصر، فرقة مصر. ها؟ لو قلنا بعد الأهلي يبقى هو النادي المصري والإسماعيلي. نعم. ودي تحسب لحسام حسن. لما تيجي تلاعب المصري باللعيبة ديت ويبقى عندها الثقة دي، على فكرة أحمد توفيق مع الواد توفيق، اكرم توفيق، اصل احمد والاثنين كانوا معايا في المنتخب. ده حقيقي فعلا، وعبد العزيز كمان اشتغل مع حضرتك فتره. اكرم توفيق لو لعب خمس ماتشات على بعض ولا سبع ثمان ماتشات على بعض كان لعب منتخب مصر. نعم. احمد حمدي دوت لو لعب اربع خمس ماتشات كان لعب منتخب مصر. انت عندك لعيبه كويس قوي، وبعدين الجول اللي جابه محسن امبارح ده بيدل على لعيب كبير. نعم. زي حصل انت بقى كنت فيرود بقى وكنت قديم. بس هتبدا حالاتنا يا ابو حميد. ان يحط الراجل في الدار وكده، وان يعمل اسيست كده ويبقى في الثقه دي، اكيد ده لعيب كبير طبعا يعني. واحنا مش عايزين نستعجل على الناس، احنا مش عايزين نستعجل، لكن نواه للعيبه كويسه هيضيفوا للكره المصريه وللنادي الاهلي. انا شخصيا غير يعني متشائم السنه الجايه عندنا فرقه كويسه قوي، خاصه انهم جايبين مدرب كبير. وانا بكرر المره المليون يا فاروق، ايوه كابتن، الاهلي هو الذي يصنع المدربين واللعيبه. مفيش حد ليه فضل على النادي الاهلي نهائي، كلنا النادي الاهلي اللي فضل علينا احنا. كابتن مصطفى، حضرتك في فتره من الفترات يعني عاصرت مستر كوتي، ومستر كوتي واحد من الناس اللي ايضا كان له تغييرات كبيره جدا في تاريخ الكره المصريه، وايضا مستر فايسا. حضرتك شايف المدرب الاجنبي اللي على اعتاب النادي الاهلي محتاج ان هو يقدم ايه للنادي؟
محتاج يقدم زي ما انت ما قلت، ذكرت اثنين غيروا مسار الكره المصريه في مصر، طريقه تدريب جديده، طريقه لعب جديده، هو ده المطلوب يا محمد. نعم. لكن مش عايزين نحكم دلوقتي، عايزين نحكم لما الراجل يجي ويشتغل. زي ما قلت لك مستر كوتي عمل طريقه لعب جديده واسلوب تدريب جديد، مستر بايس عمل طريقه لعب جديده واسلوب تدريب جديد. الجديد ايه في العالم؟ ده اللي هنشوفه لما يجي المدرب الاجنبي، واخد بالك، عشان نقدر نحكم عليه. لكن اتمنى يبقى عنده فكر مختلف عن الفكر بتاعنا احنا او الكره المصريه. احنا ما زلنا كره انزراعيه اللي بيقولها الله يرحمه نجيب المكسيكاوي من ايام احنا كنا بنلعب من 40 سنه. طيب. احنا عايزين تطوير في اداء اللاعب المصري، تطوير في اداء المدرب المصري. يعني يا راجل يا راجل، انا ما شفتش ولا واحد ولا مدرب، يعني انت عارف بطريقه اربعه بالذات اللي بتلعب اربعه مدافعين، اضعف حته في الملعب ما بين الباك والسيرباك، ما شفتش واحد يقطع ما بينهم، ميسي جواله كلها كده. ازاي تقدر تستغل نقطه الضعف ديت وتكسب وتلعب؟ لكن نتمنى ان الراجل يجيب لنا الجديد في الكره العالميه ان شاء الله باذن الله. طيب من وجهه نظرك يا كابتن، هل في اماكن معينه النادي الاهلي محتاج ان هو يتعاقد مع صفقات قويه فيها؟ بص يا ابو حميد، انت عارف انا طول عمري انا رايي ان اولاد النادي الاهلي افضل من اي حد بره. احنا عايزين الواد اللي جاب امبارح ده مش 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 وحش ابدا. وانا لو من حصان كنت لعبت من بدري، لانك انت عندك نقص في قلب السيرد باكات دول. نعم. انت انا شايف ان احنا محتاجين، يعني ممكن نقول فرود مع مروان محسن ومع ازارو، يعني محتاج فرود ثاني، وخاصه يعني فرود انك انت بتلعب بواحد بس ما بتلعبش باثنين، بتلعب ثلاثه من تحتيه. نص الملعب زحمه كبيره جدا جدا جدا. انت عايز بديل، عندك محمد هاني مستقبل. مستقبل مصر مش مستقبل. ده حقيقي، موهبه كبيره فعلا. لكن لا لعيب عنده حلول. ما هو الفرق بين اللعيب واللعيب يا ابو حميد؟ نعم. اللعيب اللي عنده حلول. ده حقيقي، لعيب النادي الاهلي لازم يكون عنده حلول. محمد هاني مش روتيني، مش باك روتيني. نعم. زي حسين السيد كده، احنا افتقدناه. نعم. زي حسين السيد اللي احنا افتقدناه. لكن اتمنى الناس دي تبقى نجوم ان شاء الله. صلاح محسن انا شخصيا عجبني جدا 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 امبارح طريقه لعبه وتحركاته. لما يتمرن بقى وياخد بقى الشغل بتاع النادي الاهلي، اعتقد هيبقى هو اللي مروح منتخب مصر. طيب مستر مصطفى، طبعا حضرتك واحد من المدربين الكبار يعني، وكان في فتره من الفترات بيقولوا لك مستر مصطفى عشان يعني حبك لمستر فايسا. برضه عايز اسال حضرتك رؤيتك لاستعداد منتخب مصر بكاس العالم، ماتش الكويت، الاختيارات، هل في لعيب حضرتك كنت تتمنى ان هو يكون منضم للقائمه؟ هو احنا عارفين طريقه الراجل يا هم دول الرجاله بتوعه، هو اضاف اثنين يعني انا شايف من احسن الاختيارات. نعم. جاب الويتش وجاب محمود في نص الملعب بتاع نادي الزمالك، الاثنين دول اضافه كبيره جدا. الونش انا اتكلمت عليه من سنتين. نعم. الونش هيبقى اضافه كبيره جدا جدا لمنتخب مصر. محمود بتاع نص الملعب عبد العليم اضافه كبيره جدا جدا لمنتخب مصر. لكن احنا ناقصنا الحته اللي قدام، وانا شايف الفيروز بتاع المصري عامل واحده في الستايم امبارح. احمد جمعه لعيب كبير. احمد جمعه جمعه يعني ممكن يبقى جمعه اضافه، هو معاه في المنتخب. لكن انت عارف انا بقول لك من دلوقتي الناس بتوع هم اللي هيستنوا، والجداد دول كلهم باي باي كامبوره. 10 من الفترات في منتخبات الشباب، وايضا كان معاه حجازي وجيل الجميل دوت، وصلاح على اعتاب انه يلعب نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد. حضرتك من وجهه نظرك شايف الماتش ده ازاي؟ وهل حضرتك شفت صلاح في الماتشات الكبيره؟ هل هو شايف ان هو ان شاء الله ممكن يؤدي اداء جميل في هذا اللقاء؟ اسعد الشعب العربي كله وليس الشعب المصري. صلاح بقى ايقونه الشعب العربي والمصري. صلاح اتغير كتير في طريقه لعبه واسلوب لعبه وتدريبه وقوته يا محمد يا فاروق. نعم. خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا، لان الكره في اوروبا قويه، اللعيبه اقوياء. يعني زي ما احنا بنتكلم الكره بقت قوه، القوه الاول والسرعه. نعم. محمد صلاح يمتلك الاثنين. نعم. محمد صلاح يمتلك الاثنين.
لكن ازاي بقى يقدر يهرب وازاي هيبقى في عليه تركيز عالي جدا؟ هيستغل الحته دي ازاي؟ مدربه هيستغل صلاح والضغط عليه ثلاثه ازاي؟ كل ده هيتشاف. وبعدين صلاح عنده حلول، وده ما يميز محمد صلاح. فوق ده كله توفيق ربنا عنده عالي جدا جدا جدا، لانه عارف لما تأدي وتعمل عليك ربنا يكرمك. فاتمنى ان شاء الله ربنا يكرمه ويعمل لنا ماتش كبير جدا بصرف النظر على مكتب الاستخباره. الناس كلها بترشح مدريد، لكن انا شايف لان خط ظهر مش على المستوى الفراغ ده نص الملعب، وهي دي نقطه الضعف في فرقه صلاح. نعم ده حقيقي فعلا، لكن اتمنى صلاح يكون اداء جيد. انا امتحن كده السنه دي في التفوق ان شاء الله في الفاينل اللي جاي ان شاء الله يوم الاحد او يوم السبت، يوم السبت يمتحن ويسعد الشعب المصري والعربي كله ان شاء الله. كابتن مصر وكابتن نادي الاهلي كابتن مصطفى يونس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. قد ايه بتبقى مبسوط انك تلاقي النادي الاهلي وهو بيحقق هذه الارقام؟ وزي ما قال كابتن مصطفى يونس، بنشكر كابتن حسام البدري واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين على الصراحه المجهود وال